السعودية اعتمدت موقفا جديدا بشأن ما تريد تحقيقه، هي تحاول أن تستخدم القوة العسكرية لا سيما في اليمن، وهذا الأمر تسبب في كثير من الخسائر وتدمير كثير من الأسلحة والمعدات والمركبات. كنا نتوقع أن تعيد السعودية التفكير بشأن مراقبتها للحرب في اليمن لأنها لم تكن ناجحة، لكن لسوء الحظ هذا لم يحدث حتى الآن، بل رأينا تدفقا لمزيد من الأسلحة. في اليمن استحدثت القوات السعودية موقعا للقوات الموالية لها في منطقة عينة الساحلية شرقية مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة في شرقي البلاد. وقال أهالي المنطقة أن القوات السعودية دفعت بقوة عسكرية كبيرة برفقة عشرات الأطقم والمدرعات والطائرات للسيطرة على المنطقة. ودعت لجنة الاعتصام السلمي في المهرة القوات السعودية إلى الانسحاب وحذرت من الإضرار بمصالح الصيادين في المنطقة. نحن أبناء المهرة لن نسمح بالحرف الواضح، لن نسمح لأي كيان أو أي احتلال سعودي تحالف عربي سعودي أماراتي، هذا واحد. ونحن لن نقبل العبودية ونحن أحرار، هذا والسلام، هذه رسالتي إلى التحالف. قالت علياء الهذلول إن السلطات السعودية أخبرت شقيقتها ناشطة المعتقلة لجين الهذلول أنها ستحال إلى المحاكمة إلى أمام محكمة الإرهاب بعد يومين. وأضافت الهذلول في تغريدة على تويتر أن الجلسة الأولى للمحاكمة ستعقد الأربعاء في الساعة 8 صباحا، وأن لجين لم يسمح لها بتوكيل محام ولم تعطى لائحة اتهام. وقالت علياء الهذلول في تغريدة أخرى إن أحد المحققين أجبر لجين على التوقيع على طلب عفو ملكي، وأنها ردت بأن السلطات السعودية دمرت مستقبلها وشوهت سمعتها، لكن المحقق أجابها بأن ذلك هو الإجراء المتبع عند العفو.